في الفيديو ده هنتعلم خاصية جديدة تمام موجودة في فلاتر واغلب الناس مش عارفاها، ممكن تفيدك في الابليكيشن بتاعك. انا دلوقتي عندي ابليكيشن اهو اللي هو بتاع راندوم فيس جنريتور، هتلاقيني شارحه على اليوتيوب لو انت ايه ما سمعتوش ممكن تروح تشوفه. حلو، انا مثلا عايز اسلكت على التكست بتاع ايج رينج ده مش عارف، عايز اسلكت على من 0 ل 100 برضو مش عارف، مع ان المواقع عادي بتديني فيتشر ان انا اسلكت اي حاجه واعمل عليها كوبي واعمل عليها بيست عادي. طب ماشي يا عم، انت يمكن علشان موجود على النسخه بتاعه الويب مثلا، فما تيجي تعمل رن على النسخه بتاعه الموبايل. اقول لك نفس الفكره، ما انا عامل رن على النسخه بتاعه الموبايل تمام، سو الابلكيشن خلاص مش عايز يرد، مش راضي يفتح. فلو جيت اعمل نفس الفكره برضو مش هيرضى تمام. بس في حاجه في فلاتر تقدر تخليني ان انا اعمل سيلكت للتكست ده واخده كوبي واخده بيست او اتعامل بيه بيست وكوبي من غير ما استخدم الويدجت اللي احنا استخدمناها قبل كده لو تفتكر، اللي هي بتاعت كوبي تو كليب بورد. طيب دي ازاي؟ لو انت جيت هنا على الهوم تمام، كل الفكره بدل ما انت بتستخدم تكست عادي بتستخدم حاجه اسمها سيلكتبل تكست، فاهم؟ اللي هو التكست اقدر ان انا اسلكت بيه اي حاجه. يعني هو الفيديو بسيط جدا، الدنيا بسيطه جدا. لو احنا جينا هنا تمام وعملت بس سيرش على سيلكتبل تمام، فين اهي سيلكتبل تكست، بدل ما انت بتقول ان دي هتبقى تكست عادي، لا هي بتبقى ايه سيلكتبل تكست. انا عايز اعمل رن على الموبايل في حال ان انا اقطع الفيديو، وادي يا باشا احلى رن على الموبايل تمام. انا لو جيت اعمل مثلا سيلكت على من 0 ل 100 بالموبايل مش عارف، على الايدج رينج مش عارف. على فكره الابلكيشن شغال يعني انت فاهم، مش في حاجه مثلا اثرت فيه ولا حاجه، الابلكيشن شغال. بس خلي بالك التايتل اللي موجود في الاب اور اللي هو راندوم فيس جنريتور، انا اقدر كده بصبعي مثلا ان انا سلكت عليه، شايف الفكره؟ اقدر ان انا اعمل سلكت اول، اقدر ان انا اخد الكلام ده كوبي انت فاهم، يعني تاني اهو اقدر ان انا سلكت عليه فظهر لي كوبي وسلكت اول، اقدر ان انا سلكت اول، اقدر ان انا كوبي تمام. فهي ويدجت موجوده في فلاتر مش باكج خارجيه انت بتستعملها، بدل ما بتعمل تكست فاهم بتعمل سلكتبل تكست بس. يعني هي دي الفكره وده الموضوع. الصوت في عندي برد شويه بس يعني ان شاء الله الدنيا تبقى احسن تمام. زي ما قلت برضو في الفيديو اللي فات، كورس تايلوم اللي هينزل ده هيبقى حاجه كده في التوديه خالص. لو ما شفتش الفيديو بتاع الابلكيشن ده روح شوفه، يعني هيفيدك جدا، هيعمل لك ابلكيشن كويس موجود اصلا على جوجل بلاي فاهم، وعليه على التنزيلات كويسه جدا، البرامج التافهه ديت بتعجب الناس. فاتمنى يكون الويدجت الصغيره ديت افادتك او هتفيدك بحاجه يعني في المستقبل ان شاء الله، وسلام.